بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شواطنا تتواصل مشاهدين الكرام في صباح هذا اليوم المميز الخاص لسن الحجايج. نتابع اللي قادت المسيرة وخذت المركز الأول منذ البداية في شوطنا التاسع. اللي قادت المسيرة وسيطرت إلى المركز الأول، هذه أمامكم لراشد بن محمد بن ثامر المنصوري تتصدر قيادة هذا الشوط، تليها المركز الثاني. المركز الثاني هزر للدكتور سعيد بن محمد بالشرقي العامري من يقدم، هزر على مستوى المركز الثاني وفي المركز الثالث. المركز الثالث أرصاد حمد بن سيف بن عيف العامري من يتقدم بأرصاد إلى المركز الثالث، نقله إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع مظخورة سالم بن محمد بوثم العامري من ياتي بمظخورة إلى المركز الرابع. عدينا الأربع المتقدمة، وخلف الأربع أسامي لم يحين موعد دخولها حتى هذه اللحظات، لكن في أسامي حاضرة في هذا الشوط، وفي أيضا واللي نتابعها أسامي ما بسيطة. القايدة للمسيرة والباصمة بتاريخ له ماضي مشرف وحضور مشرف، الدكتور يتصدر القيادة سعيد بن محمد بالشرقي العامري ياتي بهزر، هزرته جميلة بهزر، تقود المسيرة. أرصاد في المركز الثاني، حمد بن سيف بن عيف العامري، يا سلام يا سلام يا سلام يا أرصاد. وتليها في المركز الثالث هناك أيضا براقة، وبراقة لراشد بن محمد بن ثامر المنصوري من يتقدم ببراقة، سالم بن محمد بوثم معه مضخورة وموقعها المركز الرابع، هكذا الندى للأربع المراكز الأولى بالوفا والتمام، وبقيادة هزر الدكتور سعيد بن محمد بالشرقي العامري يتقدم بهزر، تليها أرصاد حمد بن سيف بن عيف العامري موقعها المركز الثاني. ياهي معركة ما بين النجوم، ياهي معركة ما بين العمالقة، ياهي معركة ما بين الأصايل الحاضرة في صباح هذا اليوم، في ختام إشارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لهذا السن، سرعة وأيضا قوة وإثارة حاضرة بميدان الساد. تحركت أرصاد تبى تصبح البن عيف بالسلام الرابع في صباح هذا اليوم، وهزر يا هزر ترفع راية الخطورة. ياهو ضغط من شعار الدكتور على شعار بن عيف، ضغط مبكر من اللي هي هزر. وأرصاد تقول أنا الزعيمة، أرصاد تقول أنا القايدة للمسار. هزر تضغط على أيضا، ياهي معركة تضغط على هزر على اللي هي أرصاد وهزر. وهناك سالم بن محمد بوثم العامري، الفرصة معك لكن وين الفرصة؟ لا توجد فرصة. أرصاد هي القائدة للمسيرة، حمد بن سيف بن عيف، يا سلام ما شاء الله، دفع ونهاية. الملامح واضحة، وضوح الشمس ما شاء الله، ويا ذكر الله يا هذا الأداء. الكيلو المتر الأخير تكرم الذلائل فيه أو تهان، لكن مرفوقة على الإهانة. بالدحبة يغترب، أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. بالدحبة غادم إلى المركز الثالث، وهني الدكتور لا زال في قلب المنافسة، لكن بن عيف مهدي، عبود مبسيط، العمري مبسيط، مهدي أعصابه، يبى يهدي بسيف. السلام الرابع إلى المشارف، ويغترب من الدحبة. الأمور على ما أعتقد شبه محسومة يا بن عيف،
محسومة يا بن عيف، حتى هذه اللحظات، حتى هذه اللحظات، وهذه أرصاد، وهذه أرصاد، يا سلام يا سلام، والله هزر حرام، ما قصرت ما قصرت، قدمت كل ما في الكفاية. بب 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 هذه يدتها، عمتها مرضية، عمتها مرضية، حسمها بالدحبة، عبر بالدحبة، يعبر من الدحبة، سالم بن حمد بالدحبة العامري، تسلم يا سالم، تسلم يمينك يا سالم، يا بالدحبة، يفوز، ينتصر، يسجل الحضور، التهاني والناموس لمالك اليافل عوض بن حمد بالدحبة العامري، ينتزع المركز الأول بهذا الشوط انتزاعا مشرفا، تهانينا لمالك اليافل، اليافل تنتزع المركز الأول لسالم بن حمد بالدحبة العامري، ينتزع المركز الأول، والتهني لعوض بن حمد بالدحبة، المركز الثاني للدكتور سعيد بالشرقي، الثالثة لحمد بن سيف بن عيف، الرابعة الرابعة وصلت مشاهدي الكرام لسهيل بن محمد بن بدر العامري، التوقيت 6:33 ثانية، اليافل تهدي الفوز والناموس لعوض بن حمد بالدحبة العامري، تنتزع المركز الأول انتزاعا مشرفا من عمق الميدان، وتهدي الفوز لناصر أو عوض بن حمد بالدحبة، والتهنئة كذلك لناصر، والتهنئة لسالم عيال حمد بالدحبة العامري.